تم اليوم إنشاء مركز لدعم وإرشاد ضحايا الفساد لمنظمة أنا يقظ بدعم من منظمة الشفافية الدولية في إطار سعي المنظمتين لتشجيع المواطنين على التبليغ على الفساد الإداري والمالي وخلق المناخ الملائم لتعزيز المحاسبة والمساءلة والحد من الإفلات من العقاب. نأخذكم إلى التفاصيل أوفى. اليوم اطلقنا ربما طحين جديد لموقع بالكمشة بوانتين. الطحين هذا الهدف منه انه نوعا ما نخلق مستشار قانوني افتراضي على ذمة التوانسة الكل. في 2014 ثم في 2016 اطلقنا نسخ لموقع بالكمشة، وقتها كانوا حاجة قوية تكنولوجيا، لكن اليوم الحقيقة تجاوزتهم الأحداث. هذاك علاش باش نقعدوا نواكبوا ديما التطور التكنولوجي. اليوم أطلقنا نسخة جديدة، لكن نسخة جديدة مبنية على أساس الذكاء الاصطناعي الانتيجونس ارتيفيسيال، من أجل أن نخلقوا مستشار قانوني افتراضي كما قلت أنه هو يتعامل مع التوانسة. فما اليوم زخم كبير، برشا ناس قاعدين يبلغوا على قضايا الفساد، الفريق القانوني للمنظمة أحيانا ما عادش قادر يواكب نسق القضايا هذيا. فذاك علاش اليوم بموقع بالكمشة جديد هناك روبو خبير افتراضي نجم يحكي مع التوانسه، يوجه لهم النصح ويقبل عليهم القضايا هذه. الهدف انه بالاستعمال وبالوقت وبالتطور التكنولوجي يصبح هناك نوعا ما خبير افتراضي مستقل قادر انه يوجه النصيحه ويتعامل مع قضايا الفساد بشكاكة. اي مواطن تونسي في اي لحظه صباح ليل قايله عطله عياد نجم يبلغ قضايا الفساد ويكون هناك خبير قانوني نجم يتعامل معهم. في اطار مشروع دعم خطط المجتمعيه لتعزيز الدرجه مع المحليه ومساءلتها، قامت ايوتش بالبلاتفورم هذه اللي هو بالكامشر بوينت ان باش تحاول انه تقرب للعباد اللي كانت ضحية فساد والا شهدت على وجود فساد. دونك ترافير البلاتفورم هذايا المبلغ ولا قادر انه والا كيما قلت لكم الشاهد قادر انه يكونتاكتينا يبعث لنا الملف نتاعو في الشيء هذا كله في العمليه كل هذايا ينجم يبو غاردي الانونيما نتاعو اترافير البلاتفورم هذايا وينجم يخلي الهويه نتاعو مكشوفه لينا نحنا اترافير الايميل نتاعو والا نيميرو تيليفون نتاعو باش نجمو نكونتاكتيوه وقت اللي نبداو نعملو تريتمون نتاع الدوسي هذايا. اضافه للاليه الاولى هذه اللي حكينا عليها بالكمشه، فما اليه ثانيه اللي هي مش للتبليغ ولكن لي باش تسهل عمليه فهم المفردات والقوانين والتشريعات اللي عندها علاقه بمحاربه الفساد ودعم النزاهه والشفافيه. والطريقه هذه اللي هي مستشار قانوني افتراضي اسمه تشات بوت هذه بدرجه اولى توا حاولنا نعديو عدد كبير ياسر من المعلومات باش ينجم يجاوب على الاسئله اللي تم طرحها. سهل برشا، هو ندخلوا للتشات بوت، كي ندخلوا للموقع الويب ننزلوا على التشات بوت ونحاولوا ندخلوا نكتبوا على الاقل كلمه مفتاح وهما يطلعوا لنا الاسئله الكل اللي نجم تخطر على بال اي مواطن او اي مبلغ، وتنجم هذه تخليه يعني على علم يمكن اكثر بالاطار اللي قاعد يتعامل معاه ويخليه زاده قادر على انه يبلغ بطريقه انجع عن طريق موقع عن طريق بالكمشة كذلك.